الكرة باتجاه علي مدى، استلام، الله الله، خطيرة، فرصة، هدف، هدف للعروبة، هدف للعروبة. نعم نعم نعم، نجح العروبة، نجح العروبة في مبتغاه، نجح العروبة في هدفه اللي رسمه. نعم نعم نعم، كل النوايا كانت تقول أنه يفكر في المرتدات. كنا نتكلم عن علي مدن، كنا نتكلم عن علي مدن وخطورة علي مدن ومهارة علي مدن اللي أخذ الكرة أمام إيريك، تقدم، وصل، لم يستسلم، وأمام خالد عيسى تصرف بصورة ذكية جدا. كرة جميلة تلعب بهذه الصورة خلف المدافعين، استلام ما أجمله، وبعد ذلك أمام إيريك، لكن عينك على النهاية، النهاية من علي مدن. علي مدن يفاجئ الكل في العين ويتقدم للعروبة بهدف المباراة الأول. ما بينه وبين إيريك كان الصراع، نجح في صراعه ونجح أكثر في مفاجأة خالد عيسى. ربما الآن يأتي بكرة خطيرة، الله الله، المدافع رافع ما سجل في الدوري، لكنه يسعد العينوية بهدف راسي، ما سجل في الدوري لكنه الآن يسجل، ويعود العين من بعيد من بعيد من بعيد. هذه الكرة هنا طبعا كانت العرضية وكانت الراسية بقوة انفجارية كبيرة. بالفعل يسجل، واحتجاج عرباوي، احتجاج من جانب العرباوية، لكن كرة من سعيد أحمد قوية جدا في المرمى يسجلها رافا بالراس. نعم، يسجل ما عجز عنه لابا، وما عجز عنه رحيمي، وما عجز عنه جوانكا، وما عجز عنه كايو. الهدف يعتمد، والعينوية سعداء. العينوية اللي كانت عندهم معاناة في المباراة، الآن تنفس العينوية السعداء. انت لو شفت فرحة ريبيروف بالتعادل.